متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، ويتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ولكن ذلك يسبق تأثر المملكة بحالة مطرية واسعة النطاق، يتوقع أن يزداد تأثيرها بساعات ما بعد مساء هذا اليوم، وتبدأ في المناطق الشمالية الغربية وتمتد تدريجيا إلى مناطق عدة في غرب وشمال ووسط وشمال شرق المملكة. هناك شرح بالتفصيل في النشرة الجوية المفصلة بالتسلسل الزمني المتوقع لهذه الحالة الجوية بمشيئة الله تعالى. اليوم في العاصمة الرياض تسجل درجات حرارة تقريبا حوالي 26 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية تميل للدفء في ساعة النهار. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، سنبدأها شمالا من تبوك التي توقع تسجل 25-14، سكاكا 24-14، وعرعر 21-11 درجة مئوية. في المناطق الغربية جدة 31-24، مدينة منورة 29-18، مكة المكرمة 33-21، وفي الطائف من 25-14 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة جازان 28-24، أبها 24-11، وفي الباحة 19-13 درجة مئوية. شرقا في الإحساء 26-11، في الدمام 26-12، وحفر الباطن من 26-14 درجة مئوية. وختام هذه الجولة في المناطق الوسطى في الرياض 26-12، بريدة 29-16، وفي حائل من 26-12 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى الساعة. لمتابعة آخر أخبار الحالة المطرية يمكنكم زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com، أو حتى يعني تحميلكم تطبيق طقس العرب، كفيل بأن يصلكم دائما إشعارات أولا بأول حول الأحوال الجوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.